إشكالية التأثير على اللاعبين داخل المعسكرات. يعني مثلا اليوم معسكر منتخب بعد ما ينتهي الموسم، هل فعلا يعني ما له تأثير مثل لما يكون منافسة وسط الموسم؟ يعني دائما يتردد، ويمكن لما أعلنت مثلا نتائج توثيق البطولات قيل المفروض أنها ما تعلن لأنها قبل مباراة مهمة للمنتخب ومكتثر على اللاعبين، حكاية أنه لا تتكلمون عن انتقال سعود كريري من نادي الاتحاد إلى نادي الهلال واللاعب في معسكر لأنه قد يؤثر عليه. سؤالي يعني هل فعلا هل أشياء يعني تؤثر على اللاعب؟ هل اللاعب ياخذها على محمل جدي وتشغل باله؟ ليش أسأل السؤال؟ يعني أنا بأذكر قصة بس بحكم أنه الإعلام يعتبر جزء شريك في الجريمة، إذا صح سميناها جريمة، يعني دائما يحمل الإعلام تبعات أنه أنتوا اللي يعني تؤثرون لاعبي المنتخب بمقالاتكم عن لاعب، بحديثكم عن انتقالات، بحديثكم عن صراعات أو تنافس أندية. أنا أتذكر وإن شاء الله أنه يعني ذاكرتي تكون يعني جيدة، كان في مباراة بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني، يعني الكلاسيكو الأربعة كما قالوا. المهم المباراة حصل فيها عنف، أعتقد أنها انتهت بفوز برشلونة، أعتقد يعني ما أدري والله، بس أعتقد أنها بغض النظر عن النتيجة المباراة كان فيها عنف شديد بين اللاعبين يعني. وكان من 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 يعني من بين اللاعبين في لاعب ريال مدريد ألونسو، تم استدعاء لاعبي للمعسكر المنتخب وبعدين اعتذر، يعني خذوا 8 من برشلونة وأربعة أو 5 من مدريد حسب ذكرت. يعني المعسكر كان في دولة خارج إسبانيا يعني. أوكي. ومعسكر مباريات في بداية يعني ودية، مباريات ودية. المهم لاعب اعتذر إنه ما يقدر يروح لأنه شعر إنه هناك حيكون عليه ضغط داخل المعسكر نتيجة خلاف. فكتبت الصحافة الإسبانية البرشلونية يعني حطوا صورته وكتبوا هرب الجبان. هرب الجبان. لاحظ إنه الآن نتكلم عن المنتخب الآن. هرب من المعسكر، قدم تقرير طبي إنه ما يقدر وإله. لما راح للمعسكر تعرف الصحفيين وبعض الاتصالات مع المصادر داخل المعسكر حس قالوا إنه فيه انشقاق داخل المعسكر، لاعبي برشلونة ما يكلمون لاعبي مدريد وعازين فريقين. فقامت صحيفة إسبانية مدريدية حطت صور اللاعبين الثمانية البرشلونيين وكتبت عليهم الخونة. الخونة. أنت لما تشوف هالحدة في الطرح اللي يتعاملون مع لعيبة المنتخب داخل المنتخب إنهم لعيبة أندية، إسبانيا تأخذ كأس العالم وتأخذ أوروبا، يعني تكون أنت وين حدود هالتأثير اللي إحنا نكرر عندنا ونكرسه ويحدث انطباع عند اللاعبين بينما في الخارج ما يصير يعني. فهل هذه حقيقة ولا أنها محض خرافة يعني؟ إيش رأيكم؟ أنا أشوفها خرافة. خرافة. ما فيها تأثير على اللعيبة. شكرا لك يا سعود لانه انت اثبتت لي نظريه انا كنت مؤمن بها. انا بوجهه نظري اشوف انه ما في اي تاثير على اللعيبه حتى من ناحيه انتقال او معلش اذا اللاعب بيحط اذنه بيسمع كل كلمه ما راح يلعب كوره. طب بشر هو يتاثر؟ معك، انت في مكان لابد انك تتحمل انتقاد. تحمل تسمع اي اراء سواء ايجابي او سلبي. سعود في مجالك. اللي يصير في الصحافه والاعلام انتم